انا يا جماعه ركزوا معاي في شيء مره ممتع خاصه اهل جده. يا انكم محظوظين. ركزوا معاي كلكم تعرفون شخصيات مارفل. انا افضل شخصيه الهرش هولك، هذا افضل شخصيه عندي. اكتبوا تحت وش افضل شخصيه عندكم. يا جماعه الخير في فعاليه قويه جدا جدا جدا، وين؟ جده، لا تفوتكم. طبعا هذه من فعاليات تقويم جده يا جماعه الخير، اسمها مارفل يونيفيرس لايف. تعيشون تجربه خياليه مع شخصيات مارفل، ايرون مان، سبايدر مان، هولك وغيرها كثير كثير مره كل الشخصيات. برضو الفعاليه مناسبه لكل عائله، بتروح انت واهلك، انت واصحابك، انت واخويك، بتروح لحالك، تستانس والله، تستمتعون بالتجربه هذه. والله شباب مشينا جدة. اللوكيشن حق الفعالية موجود في مدينة الملك عبد الله الرياضية، والفعالية مستمرة إلى 20 أكتوبر، ولازم تلحقون عليها وتحجزون يا جماعة. بحط لكم رابط الفعالية تحت بالوصف، برضو بحط لكم رابط ثاني فيه جميع فعاليات تقويم جدة. أعتذر على الإطالة، خليكم على المقطع الآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياك الله عزيزي المشاهد. قبل لا نبدأ لا تنسون اللايك والاشتراك. الشيف رايد، طبعا يا جماعة الخير أنا أدري تسألون رايد ليش لابس جاكيت، درجة الحرارة عندنا 10، فعشان ما أقهركم الآن بنزل جاكيت وبلبس لبس الشيف. بسم الله، عدنا لكم بالطقم الجديد، طقم الشيف يا جماعة. اليوم طبختنا غير، والله غير، أكبر برجر بالعالم بتشوفون هالآن معاي من الصفر. يعني ما جيبكم خبز جاهز ولا لحم جاهز، لا 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 لا، كل شيء معكم قدامكم. كيف بسويها وش المكونات؟ بسم الله نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء نلبس جلافز لأنه مكان الغسيل بعيد، كل شوي بغسل، يا رب أنها تضبط. والله أني خايف، أقسم بالله ما عمري سويتها والله، لكن إن شاء الله إن شاء الله أنها تضبط. بسم الله. مكونات جماعة الخير: دقيق وخميرة عشان ننفخ الخبزة، وملح وبيض. ممتاز ممتاز. اول شيء بنبدا فيه البيض يا جماعه، ناخذ لنا بيضتين ثلاثه. نخلط البيض شويه يا جماعه لما يصير كذا مجتمع مع بعض او يختلط كامل. نضيف شوي من البيض، شوي، هذا الباقي يحتاجه بعدين. ناخذ ملح بعد، ونحط من الخميرة شوي يا جماعة، وآخر شيء نضيف الموية. والله يا جماعة ودي أعلمكم إنه كم كاسة الموية، لكن والله أول مرة أحط يعني طحين نفس كذا كثير. ونبدأ نخلط وأخلط، ونبدأ نخلط يا جماعة لما يتماسك. ونزود موية برضو يا جماعة ونخلط. شوف كيف بدأ يصير أصفر. طبعا يا جماعة نزلت القفاز أنا لأنه يتلازق مرة، فطلع معنا بالقوام هذا، وهذا القوام اللي يحتاجه أنا. وبنغطيه نخليه نص ساعة 40 دقيقة على ما نضبط اللحم، وخلنا نغطيه بس ونوديه بالثلاجة لما يخمر صح ينتفخ. 5 دقائق ورجع لكم. بسم الله. الآن جينا للحم، لحم بقر مع شوية لحم خروف. هذه نكهة من عندي، نكهة خاصة، لا تجربونها. أول شيء نحتاجه يا جماعة الخير أصول إن إيش؟ نملح، ونزيد ملح برضو، ما يضر الملح ما يضر. وبرضو نضيف عليه البيض. الفلفل الأسود والفلفل الأحمر. باقي شيء أساسي جداً، هذا هنا زبدة النكهة، البصل الأبيض. بسم الله، نبدأ نقطع البصل صغير. هذا التقطيع اللي احتاجه، يكون مربعات صغيرة مرة. كمل تقطيع. هذه آخر بصلة يا جماعة الخير، قطعها وكذا نكون خلصنا 5 بصلات. الوضع يحتاج 5 لما يصير مرة 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 صغير. ثم الآن نضيفه على اللحم، ونبدأ إيش يا جماعة؟ نخلط. لازم إيش يطلع من بين أصابعك ضروري، وتخلط
والله ما ودي اطفشكم يا جماعه، ترى تطولون وتشوفون يا اخي الزبده. ثلاث دقائق وبرجع لك. طيب يا جماعه اللحم كثير مره، فاحس انه يبي له شويه ملح. نكمل خلط. طيب يا جماعة الآن بعد ما نخلص هذه أبوديها الثلاجة ونروح وين؟ نجيب العجينة ونخلص. نخلص أول شيء البرجر. نشوفكم بعد شوي. بسم الله. بعد 50 دقيقة تقريبا يا جماعة طلعنا العجينة من الثلاجة، لكن الصدمة يا جماعة منتفخة مرة منتفخة. شو من واصلة؟ يا الله. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء نبدأ فيه إيش يا جماعة؟ نحط زيت على الصحن. نحط شوي زيت بس. ليش يا رايد تحط الزيت أول؟ علشان الخبزة ما تلزق من تحت. وزعها على الصحن كامل. وزعها على الصحن. يا جماعة لازم أعترف لكم، خايف إنها ما تضبط، لكن مستمتع إني قاعد أسوي شيء جديد، بإذن الله إنكم يعني تقولون تثقون فيني، أنتم واثق فيني؟ أجل اشترك الحين وعطنا من اللايك حبة. بسم الله الرحمن الرحيم. يا جماعة صعب بالقفاز، فلازم أشيل القفاز والله، ونوزعها على الصحن. نحاول نخليها شوي سميكة. هذه الخبزة بتصير خبزة البرجر بإذن الله. طبعا تقريبا الحين شبه سويتها، ودي مع الاطراف بس كذا احدها شوي. خلصنا؟ لا والله ما خلصنا. الحين نروح للبيض. ده طبعا لما تخلطها 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 لما تصير زي المويه. ونبدا بخبزه كامله. حرفياً لازم الخبزة كاملة كلها، لا تخلي شيء ما جاء البيض. أطراف اللي طبعاً أطراف الخبزة دائماً مصروف عليها، لكن أنا أحبها مرة. خلصنا من التدهين، وين نروح يا جماعة؟ السمسم. الآن ناخذ السمسم يا جماعة الخير ونبدأ نوزع. خلصنا. الحين وين يا جماعة؟ على الفرن. بعد ما نخلص الخبزة نغطي عليها ونروح للحم. هيا بنا. بسم الله. وهذا اللحم يا جماعة نفس الخطة. أول شيء نبدأ بإيش؟ بالزيت خفيف وفرشات يا مدير الشرطة، وبالفرشات برضه عشان ما يحترق من تحت. بسم الله الرحمن الرحيم. اللقطة منتظرة. بسم الله. تحسبونها مقلوبة؟ مقلوبة لحم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا الشكل اللحم. الآن نبدأ نوزعه على الصحن. لما تسوي بالضبط خليها سيدة زي المسطرة. الآن خلصنا، بنوديها المطبخ إن شاء الله. بسم الله. طيب وهذا اللحم نحطه جنب الخبز، لكن اول شيء بنبدا نحطه بالفرن الخبز. ليش؟ لان اللحم يطول، يجلس تقريبا 40 45 دقيقه على ما نقطع الطماط ونضبط الخبزه. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. خلونا نشيك على خبزتنا يا جماعة. بسم الله. يبينا تقريبا 8 دقائق.
حاجتك فيها العادي يكون نفس كذا. خلصنا الطماطم يا جماعه، البصل نفس التقطيع نحتاجه زي كذا ونفتحه اوكي، يكون حلقات، هذا اللي نحتاجه احنا حلقات. وكذا الشكل النهائي يا جماعه للبصل والطماطم. وخلونا الان نلحق الخبزه قبل لا تحترق. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر، ما شاء الله يا جماعة، شوف كيف طلعت هذا البرجر، كيف انتبقت يا رايب من الخميرة. يلا الحين ناخذها على الطاولة. بسم الله. بعد ما خلصنا الخبز بندخل اللحم الآن، بعدين نروح نضبط التست هناك، الخبز هناك الآن. هوبا، ونسكر عليه يا جماعة لمدة 45 دقيقة. الآن بما أن اللحم يبيله 45 دقيقة، خلونا نروح نضبط الخبزة. هوبا، بسم الله. وهذه خبزتنا يا جماعة. أوبا، يا ما شاء الله تبارك الرحمن. شوفوا يا جماعة، شوفوا الضغط كيف، شوفوا من تحت، هذه فايدة الزيت. بسم الله. هوبا، سوي له ضغط. الحين نبدأ نقصها من النص، عمق السكين إلى آخر شيء، ونبدأ نقطع. بسم الله. طيب قسمناها نصين الآن. آخ، نبدأ بيش يا جماعة بالكاتشب. غرقها الكاتشب، ما في مثله، واللي حولي بياكلون يبون كاتشب الصدق، فودي ازود لهم كاتشب. الجهه الثانيه من الخبزه مايونيز. اليوم خلط. طبعا يا جماعه اللي يحب الكاتشب والمايونيز بالبرجر يكتب تحت بالكومنت، خلينا نشوفكم يا المشافيح. بسم الله. الآن خلصنا من المايونيز والكاتشب. طبعا الآن هذا جبن هولندي يا جماعة قبل لا يخلص اللحم، تقريبا اللحم بقي له 5 دقائق، فنبشر الجبن. شوف كيف يطلع. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر، يا ما شاء الله يا ما شاء الله يا جماعة، اذكروا الله. بسم الله الرحمن الرحيم، ما شاء الله يا جماعة. الآن بنطلعها وبنحط الجبن فوقها وشوفوا كيف يذوب. الآن نحط الجبن على البرجر على اللحم يا جماعة، وبعدين نرجع الفرن لما يذوب الجبن. بسم الله. الآن نرجع الفرن لمدة 3 دقائق تقريبا بس لما يذوب الجبن. بسم الله. ناخذنا شوية جبن ونذوبها لما تذوب بالكامل. ما شاء الله. عزيزي المشاهد، الآن أبيك تكحل عيونك. كحل عيونك عزيزي المشاهد. هذا البرجر جاهز يا جماعة. بسم الله. الله أكبر، هذا البرجر يا جماعة، يا ويلي، يا اللحم سميك يا جماعة، ما شاء الله. الحين نضيف الطماط. هذه الجبنة يا جماعة نذوبها شوي، وآخر شيء يا جماعة نحط الخس.
نقفل البرجر. بسم الله الرحمن الرحيم. جاهزين يا جماعة؟ قبل لا أقفل، إذا أنت الآن شوف المقطع سوي لايك واشترك وبسم الله هبا. يا ما شاء الله يا ما شاء الله يا ما شاء الله. الآن بقسمها من النص يا جماعة. بسم الله الرحمن الرحيم. يا الله يا كريم، يا ما شاء الله تبارك الرحمن. شوفوا يا جماعة، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. الآن خلونا شوفوا يا جماعة، شوفوا يا جماعة كيف ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. الآن بسم الله الرحمن الرحيم. الله ياس، الحمد لله، اقسم بالله يا جماعه مره لذيذه، والله العظيم لذيذه، وجربوها انتم. يعطيكم العافيه على المشاهده يا جماعه الخير. اللايك والاشتراك. السلام عليكم. تفضلوا.